هكمل النهاردة إن شاء الله المقدمة بتاعت مايا، هيبقى ده المقدمة رقم 3. المرة اللي فاتت اتكلمت على الكومبوننت، وقلت إن أنا لما بدوس على كومبوننت مود بلاقي الأوامر الخاصة بالكومبوننت، واتكلمت على الهيراركي. النهاردة هبتدي بس الدرس بإن أنا بس أوضح إيه اللي بيطلع، ده ناخد نبذة على الحاجات الخاصة بالكومبوننت. دلوقتي انت مثلا هنفترض ان انت عندك نوع من الاسطح، مثلا عندك بوليجون وعندك نيرفس، دول في مايا بنقول عليهم اسطح، ده سطح وده سطح. وعندك مثلا في السين عندك مثلا يعني مرمي كيرفات، وعندك مرمي، عندك حاجة مثلا داينامكس، عندك حاجة مثلا زي الاميتر ده اللي بيطلع ده يعني بارتيكلز بالشكل ده، وعندك مثلا اندر انيميشن، عندك سكيلتون. هنقول مثلا ان انا بحب لما باجي مثلا اعلم على السين بالشكل ده، بلاقي ان انا داخل في الاختيارات بتاعتي كيفاتي والاسطح بتاعتي والداينامكس والسكيلتون. افترض مثلا ان انت عايز لما تيجي تعلم تبقى فاصل السليكشن بتاع السكيلتون بتاعك، فبتعمل له ماسك. بتيجي هنا مثلا ده الماسك بتاع سليكشن، فانت بتقول هو دلوقتي سيلكتد، يعني هو سيلكتبل، ينفع ان انت تتعلم عليه. لو طفيت قدرته على ان هو يتعلم عليه، لو تيجي تعمل ديباج كده هتلاقي ان كل حاجه في السين عندك بيتعلم عليها ما عدا ايه، اي سكيلتون عندك في السين. عندك مثلا حاجه زي كده دي ايه، بيقول لك سيلكت سيرفيس، اي حاجه عندك اسطح سواء بوليجون نيرفس او سب ديفيجن لو قفلتها كله بيتعلم عليه ما عدا الاسطح وما عدا الجوينت. كيرفاتك نفس الحوار، وداينامكس. فبس دي مش اكتر من ان انت يعني بتريحك لو عندك اكتر من حاجة على بعض ومش عارف تمسكها كويس. مثلا عندك كيرف على سطح مثلا، فببساطة تقفل السطح وتمسك الكيرف بسهولة. ده بس يعني نبذة سريعة عشان بس الناس تبقى فاهمة ايه المتغير اللي بيحصل هنا اللي خاص بالاوبجكت مود، فتبقى مستوعبة الحكاية دي. الحاجة التانية اللي هبتدي اتكلم عليها النهاردة هي السنابات. عندنا مجموعة من السنابات رئيسية، مثلا عندك الاوبجكت ده سفير موجود عندك في السين، وعايز ان انت تحركه. لما تلاحظ كده لما هاجي احركه دلوقتي على الاكس بيتحرك بقيم بكسور 2 وكسر، يعني 2 جبد مثلا وكسر 3 جبد وكسر وهكذا. فلنفترض ان انت مثلا عايز ان انت تحركه جبد جبد، تخليه سناب على الجبدز الصغيرة دي. فلا اما بتقوم دايس على سناب تو جبد، تلاحظ حتى ان المانيبوليتور اتغير، الشكل الكور بتاعه اتغير بالشكل ده. دايما انا بفضل دايما من الكيبورد اصلا يعني اسلم، بدل ما تدوس هنا، لان كتير جدا بعد ما بتدوس بتنسى ان انت تلغي التفعيل. فالشورت كات بتاعها انك انت تفضل دايس على اكس، بتعمل هولد اكس تفضل دايس عليها وتبتدي ان انت سوري وتبتدي ان انت تتحرك مثلا كده. تلاحظ ان اللي بيحصل ان انا ماشي جبد جبد ماشي جبد جبد بهذا الشكل. يعني حتى مثلا لو افترضنا ان انت عندك السفير بهذا الشكل عايز ترجعها تاني في الاوريجن، طبعا عادي جدا ممكن تعمل كده وتدوس صفر، لكن لو حبيت ان انت ترجعها بطريقة السناب تهولد اكس وتبتدي تتحرك لغاية ما توصل للمنطقة بتاعت الصفر. ده السناب تو جريد. تلاحظ ان السناب بيحصل على البيفت، يعني البيفت هنا في الاوريجن هتلاقي ان البيفت هيبقى مركزه عند الجبدية دي كده، فانت اللي بتقرر. يعني انا ممكن جدا اخلي السفير دي البيفت بتاعها تحت، ادوس دي وانزل بيها كده، لما هاجي ادوس اكس هولد اكس عشان اسناب هتلاقي ان السناب ماشي على البيفت. تمام.
ده النوع الاولاني من السناب. النوع التاني عندي برضو السناب تو كيرف. السناب تو كيرف ليه طريقتين في السناب، او ليه حالتين. مثلا دلوقتي انا عندي عندي كيرف بالشكل ده، وعايز ابتدي اكاريت كيرف تاني، بس عايز الكيرف ده لما يبتدي يكاريت، الكاريت مسناب على الكيرف الاولاني بالظبط، يبقى ماشي عليه بالظبط. فانت ايه اللي هيحصل؟ ان انت هتجيب الكيرف التاني اللي انت عايزه يسناب، وتقوم المره دي تدوس سي، تنشن كده على الكيرف كده بالماوس، تبقى واقف هنا كده وتدوس سي وتكليك، وتفضل دايس كليك، ما تشيلش صباعك. تلاحظ حتى ان الكيرف بيجي عند، يعني بيجي عند الاخر هنا كده وما بيتحركش، ليه؟ لانه انت مسناب. انا ما ديش، انا ما زلت دايس سي. ابتدي اشيل ايدي من على السي، وابتدي واشيل ايدي من على الماوس، واجي هنا برضو تاني ومدايس سي تاني وكليك. لاحظ ان هو بسناب عليه بالشكل ده. انتر عشان تاكتف الكيرف بتاعك ان هو يتنشط. ده مش معناه ان الاتنين بقوا حاجة واحدة، انما انت كده ضامن بنسبة 1000000% ان الكيرفين مسنابين على بعض بالظبط. دي طريقة. في طريقة تانية، مثلا لو افترض ان انت عندك نيرف سيركل بالشكل ده محطوطة مثلا فوق، وعندك واحدة تانية زيها محطوطة مثلا تحت. نفترض مثلا، كبر شوية، ان انت عايز تسناب الكيرف اللي تحت ده، السيركل دي تبقى بالظبط موجودة محاذية بالظبط على نفس مستوى، يعني تطلع هنا في النص وتبقى محاذية بالظبط للسيركل اللي فوق. هتعمل ايه؟ هتعلم على السيركل اللي تحت اللي انت عايزها تطلع لفوق تسناب. هي دي اللي انت عايزها تطلع لفوق تسناب على اللي فوقيها. وهتهولد سي. قبل ما تهولد سي، اكتف او نشط الاكس بتاع الواي، لان ده انت كده بتقول له طريقك لفوق، ان هي مش هتخش كده ولا هتخش كده، تطلع كده مباشرة. انشط سي واجي اقف هنا بالكيبورد، انا سوري، انا اسف، اجي اقف هنا بالماوس. انا مش مكليك على حاجه، انا مجرد واقف كده ومنشن، وادوس بالسكرول، اضغط على السكرول واطلع سنه صغيره جدا بالماوس لفوق. تلاحظ ان هو حصل السناب. تاني هعلم على الكيرف اللي تحت، هاكتف واي، هولد سي، انشن، اجي اقف هنا كده وانشن على اللي انا هيحصل عليه هو السناب، ادوس على السكرول، اضغط على السكرول واطلع بالماوس شعرايه لفوق، دراك صغنن اوي كده لفوق، تلاقيه حصل سناب كده. انت ضامن برضه 1000000% ان هم على نفس الخط. لو جيت تحب تتاكد من هنا هتلاقي ان هم بالظبط على نفس الخط. انا كده معلم على الاثنين اهو. دي حالة تانية من حالات السنابينج. لو انت ما كنتش نشطت ده، ما كنتش نشطت الاتجاه، هيحصل سناب برضه بس عشوائي، يعني هتدوس سي وتيجي تقف هنا وتعمل كده، تلاحظ ان هو ما طلعش في النص بالظبط. هو برضه على نفس المستوى، هو اشتغل بس ما طلعش، ما بقاش في نص الكيرف بتاعك يعني. وطبعا ده حسب ظروف الشغل بقى اللي انت فيها. يعني السناب التالت في الأهمية عندي اللي هو الكيرفات. لو أنا عندي البوينتس، قصدي عندي مثلا أدي كيرف وعندي كيرف تاني، وعايز عندي هنا السناب اللي أنا عايز أتكلم عن دلوقتي، سناب تو بوينت. طالما بقول تو بوينت، يبقى أنا أكيد عايز أدخل على الكومبوننت بتاعت الكيرفين دول عشان أكتف النقط اللي فيه. فهو أنا واقف عليهم كده، أعلم عليهم وأدخل على البوينت، النقط هي اللي متنشطة تمام، امسك النقطة وهولد من مواد من الكيبورد في. لاحظوا يا جماعة، لما دايما بسناب، بصوا لما بدوس واسيب صباعي بس، ده ايه اللي بيحصل هنا؟ كمان لو كنت بدوس سي بتاع الكيرف اكس، شايفين؟ انا هدوس في واتحرك، النقطة دلوقتي دي مش هتتحرك الا على نقطة زيها. يعني انا دخلت بيها كده مثلا، شافت النقطة دي مثلا في سكتي، هتنط عليها هنا كده كده كده. فانت كده بتعمل سناب برضه عشان تضمن النقط، ان النقط على بعض بالظبط. مثلا هنا كده، ده وده، شفت اللي بيحصل ده. فده النوع التاني من السنابات.
عندي سناب برضه ظريف لأوبجكتس على بعض، مثلا ادي كيوب وعندي كيوب تاني، وعايز ان انت تحط الكيوب ده مثلا يعني تسنابه على الكيوب التاني. النوع التالت من السناب ده عامل زي المغنطة، عشان حتى كده هو كمان عامل لك حدوة حصان مغناطيس، هو اسمها ميك لايف. دلوقتي انا عايز اخلي ده هو السناب على الكيوب ده، يعني ده هو اللي هيحصل عليه عملية السناب، فهو ده اللي هخليه حاجة اسمها لايف. لما هدوس لايف هتلاحظ ان هو لونه بقى غريب كده وبقى انسليكتد، هو دلوقتي متمغنط. لما اجي همسك ده دلوقتي، ده لو اتحرك هيتحرك على اي حاجه متمغنطه. دايما اي سناب عندك في السين بتلاقي المانيبيوليتورز الكور بتاعها اتغير. مجرد ما همسك الاوبجكت عشان بيتحرك على طول حصل له سناب هنا. لاحظ بقى حاجه، انا مسكت من البيفت. لو انا كنت مسكت من الاكس كده مش هيحصل سناب. فانت ده من ضمن الشروط ان انت لازم تمسك هنا. طيب واحد يقول لي طب انا استفدت ايه؟ حتى كمان بص، مش عايز الكيوب، مش عايز يعدي البيفت. هقول لك في الحالة دي لو انت عايز تخلي الكيوب ده يطلع هنا ممكن تعمل اكتر من حاجة. ممكن نقفل ميك لايف وهنقل البيفت هنا، دي هنقلها على النقطة دي، بحيث ان لما اجي امسك الكيوب امسكه من المنطقة دي، لما اجي اقفز اقفز سناب على الحتة دي بالظبط. فيبقى انا عايز اعمل حاجتين، اولا ههولد دي عشان احرك الايه البيفت. طب ايه كمان اهولد دي؟ انا عايز يعني اخلي البيفت دي تسناب على نقطة هنا، يبقى ههولد في، ههولد دي وههولد في، واحد دي في الكيبورد وفي كمان عشان دي تسناب على البوينت هنا. زي ما حصل كده في الحالة التانية بتاعة الكيرفات، هاجي هقف هنا هنشن هنا وبالميدل ماوس بوتون اضغط وكليك، تلاقي ان البيفت اتنقلت هنا تاني. هدوس دي وهدوس في كده، وهاجي هقف هنا اضغط بالسكرول الميدل ماوس بوتون اضغط وكليك ودباج، يعني اضغط ودباج كده شعرايه كده بالماوس. دلوقتي ارجع تاني انشط ده اقول لايف، امسك ده مجرد ما اجي اتحرك الاقي الحياة مشيت سلسة جدا. سناب بنسبة 100%. دي حالة. عندي حالة تانية برضه من حالات ميك لايف، ان انا ممكن يكون مثلا عندي عايز ارسم كيرف بشكل معين، عايز اكريت باث مثلا هيمشي عليه كاميرا هتمشي عليه اي حاجة. هجيب السفير وهخليها ميك لايف وهقول كرييت كيرف اي بي سي في مش هتفرق، وابتدي اكليك كليك كليك، الاقي نفسي بكليك على السفير بالظبط. لو حاولت حتى ان اصلا اضرب في اي مكان تاني مش هيقدر. ندوس اربعه كده عشان نشوف، حاولت اضرب في اي مكان ما بيقدرش. الجاذبيه، في جاذبيه على الكوره بتجبر ان الكيرف يمشي هنا. انت عشان اكتف الكيرف ميك لايف، ممكن امسك السفير كده اللي تبقى عندي كيرف بالشكل ده، طبعا شكل عشوائي شوية، بس انا ممكن مثلا استغل اوبشن زي ده بس 5 واقول ميك لايف واجيب دايما اخر امر عندك على فكرة بينزل لك هنا في البوكس اللي كان فاضي ده. اخر حاجة انا كنت اعملها هي كرييت كيرف اي بي، اخده مثلا انتر، الغي الميك لايف، امسح السفير، بقى عندي كيرف ممكن يبقى باص ممكن يبقى حاجات تانية كتير جدا. دي الحالة التانية من اللي حضراني دلوقتي يعني بخصوص السنابات. طيب عايز ابتدي اتكلم بقى، يمكن مش فاكر بصراحة كنت شرحت الدوبليكيت ولا لأ، انما انا الوقت لما اكون عندي اوبجكت وعايز اعمله دوبليكيت بقول كنترول دي من الكيبورد، كنترول ودي نسخت الاوبجكت بتاعي، كنترول دي بنسخ الاوبجكت. طيب في عندي اكتر من نوع من انواع الدوبليكيت. اولا تعالوا نفتكر مع بعض حكاية الانبوت. لما بنشئ
كيوب او اي اوبجكت، يعني بيبقى عندي حاجه اسمها المدخلات، الانبوت بتاعه الاوبجكت، وكل قلنا ان كل انبوت بيتغير من شكل التاني ومن سطح للتاني، بوليجون او سفير او سبيشن. جميل. لما هاجي دلوقتي اقول كنترول دي، اجي امسك الكيوب ده الاقي ان هو ما بقاش في انبوت، ده كده مجرد لان انا اخليه رينيم مش اكتر، مجرد اسم، يعني الانبوت بتاعته او الهيستوري بتاعه اختفى، في حين ان ده مازال موجود، بولي كيوب موجود هنا انما مفيش هنا بولي كيوب. ده الديفولت. لو انت عايز تخلي ان في النسخة عندك الهيستوري عندك بيتكابت معاك اندر اديت، وتقول له المواد دي دوبليكيت، دي اللي هي الديفولت اللي احنا عملناها من شويه كنترول دي، عندك المواد حاجه اسمها دوبليكيت سبيشال، هتفتح الاوبشن بوكس بتاعها وهتقول له دوبليكيت انبوت جراف، كل الملحقات اللي فيه تدوبليكيت معاك، تقول له دوبليكيت انبوت جراف ودوبليكيت، هقول له ابلاي وهرجع تاني هقول ايديت ريسيت. انا بحب اخلي دايما الحاجه على الديفولت، لما بحتاج اغير حاجه بروح اغيرها وبعدين بقول ايديت ريسيت، ارجع تاني للديفولت وكلوز. تلاحظ دلوقتي ده النسخه التانيه اهي، بولي كيوب 2 موجود منسوخ معاها الهيستوري بتاعه، وده كان الاولاني بولي كيوب منسوخ معاها. دبل كيت سبيشال مليان حاجات كتير، ممكن نبقى نتعرض لها ان شاء الله بقيه الدروس ان شاء الله لما نتقدم شويه. بس انا عايز اقول لكم نوع تالت من الدبل كيت اسمه دبل كيت سبيشال، ظريف جدا. مثلا انت عايز تعمل سلالم، الاول بس تعال نتكلم عنه الاول، هو اسمه دوبليكيت ويز ترانسفورم، كاتب لك دي كابيتال. ايه دوبليكيت ويز ترانسفورم؟ ده اوبجكت، تمام. ايه الترانسفورم؟ اللي هي المتغيرات اللي انت هتبتدي تعملها. انا عايز مثلا، تعالوا نشوف الاول ايه اللي هيحصل عشان دوبليكيت ويز ترانسفورم يشتغل. اعلم على الاوبجكت الاول، اديت دوبليكيت ويز ترانسفورم، عمل لك نسخه. النسخه دي انت هتبتدي تعمل عليها شويه ترانسفورميشن، شويه تغيرات. ايه التغيرات؟ مثلا التغير الاولاني ان انا طلعته على الواي بمقدار مثلا 5.58 من 1000، ومشيته على الاكس مثلا وعملت له روتيشن صغنطت كده، عملته كده، تمام. يبقى انت دي التغيرات اللي انت عملتها. لما هتيجي تقول له دلوقتي دوبليكيت ويز ترانسفورم، هياخد كل الاجراءات اللي انت عملتها دي وينسخ ليك نسخه تانية بنفس الترانسفورميشن اللي حصل بنفس النسبه والتناسب، فهتقول دوبليكيت ويز ترانسفورم هيحصل كده، دوبليكيت ويز ترانسفورم هيحصل كده. طب نعملها ايه الشورت كات بتاعها؟ وبقول لك دي كابيتال، يبقى شيفت دي، شيفت دي، شيفت دي، شيفت دي، شيفت دي، شيفت دي، يبتدي يطلع معاك مثلا شكل بالمنظر ده. ممكن مثلا حاجة زي سفير، الأول هقول إن أنا بمسك السفير، بعدين الأول بقوله دوبليكيت ويز ترانسفورم، بيطلع لي نسخة، أبتدي أعمل شوية ترانسفورميشن. أدي أول ترانسفورميشن دخلت على الإكس، طلعت على الواي، كبرت شوية، تمام. شيفت دي، شيفت دي، شيفت دي، شيفت دي، شيفت دي، بالشكل ده. ده النوع النوع التالت من الدوبليكيت. دلوقتي كمان ضمن الحاجات اللي عايزين نبتدي نتكلم عنها، اعتقد ان الانترفيس دلوقتي الى حد ما بقى واضح وبقى عندنا شوية خلفيات عن التعامل. يجي دلوقتي مثلا عندي حاجة اسمها اتريبيوت اديتور، لما اجي هفتح الاتريبيوت اديتور ده هلاقي ان هو فتح لي اتريبيوت كده ما يخضنيش ولا يهمني ابدا المنظر ده ابدا. ببساطه هو المايه بيتعامل يا جماعه مع حاجه اسمها النودز. النودز عباره عن حزمه من المعلومات، يعني السفير دي مش مجرد سفير كده وبس مستقله بنفسها، لا، ده ملحق بيها معلومات تانية مضافه عليها. طب زي ايه؟ واحنا مش كنا واحنا فاتحين التشانل بوكس هنا، مش لما كنت بعلم على السفير كان عندي هنا حاجه اسمها بي سفير 1 تحتيها المعطيات بتاعه السفير في المكان في الجريد مع زياده مثلا حاجه زي فيزابيليتي، وكان عندي كمان حاجه اسمها انبوت، يعني دي من ضمن المعلومات اللي داخله في السفير، فده بيعتبروه حاجه اسمها نود، دي معلومات حزمه من المعلومات ودي حزمه تانية من المعلومات، تمام. وفي حزم تانية زي ايه؟ السفير دي ليها ماتيريال اللون الرمادي ده، اللون الرمادي ده
باي ديفولت لما المايه بتكبد اي حاجه، هو بيحط لك لون كده او ماتيريال خامه يعني لونها جراي بالشكل ده. يعني اصبح ان السفير من ضمن المعلومات اللي ملحقه بيها الماتيريال بتاعها اللي عليها. فانت لما بتيجي تمسك السفير وتقول لها وريني الاتريبيوت، فانت بتقول لها وريني كل حاجه حصلت فيك. ده انت حتى كمان لو عملت اي عمليه عليها زي اكسترود زي مثلا، هتنزل هي عندك هنا في الهيستوري، وفي نفس الوقت هتنزل لك دي معلومه اضيفت للسفير، حصل عليها اكسترود 1 2 3 مثلا، كل دي معلومات اضيفت للسفير. كل ده هتلاقيه موجود عندك بطريقه اكثر تفصيلا لما تيجي تفتح اتريبيوت. طيب احنا قلنا ان التشانل بوكس ده نود، لغايه ما قلنا لك ان هو موجود في الاتريبيوت اديتور برضه بس بطريقه اكثر تفصيلا. لو فتحت اتريبيوت اديتور هتلاقي مثلا التاب الاولاني ده زي ما كان عندك هنا ترانسليت اكس واي زد روتيت وسكيل، عندك هنا ترانسليت اكس واي زد روتيت اكس واي زد سكيل اكس واي زد، مع زياده مع شويه زيادات بقى حاجه زي الشير. الشير لو جيت عايز تتعامل مع اي بوكس في مايه بالشكل ده، مجرد بس ما تدوس كنترول، ما تدوس كليك هنا تشوف العلامه اللي بتتحرك دي اللي بتهايلايت دي، وتدوس كنترول من الكيبورد وتكليك بكليك شمال عادي، تدخل يمين وشمال تبتدي تغير في القيم اللي انت عايزها. تمام، ده اسلوب تاني من الاساليب اللي ممكن تغير بيها قيم في مايه. يعني حاجه مثلا زي السكيل ده سكيل اكس، يعني المفروض دلوقتي هيحصل سكيل بالشكل ده. تمام، ايه اللي انا عملته؟ بقف هنا بشوف العلامه دي، بدوس كنترول بكليك يمين وشمال، بقف هنا كده في المنطقه دي بقول كليك يمين وشمال. طيب ايه تاني؟ يبقى هو لغايه ما قلنا لك ان هو جايب لك اللي هنا عندك بس بطريقه اكثر توسعا، حاطط لك حاجه زي شير، حاطط لك حاجه ظريفه تعالوا نتكلم عنها مثلا زي الليمت انفورميشن. ايه الليمت انفورميشن؟ مثلا انت عايز تقول له تحت ليمت انفورميشن في ترانسليت روتيت وسكيل، تقول له مثلا انا عايز اخلي الواي، اخلي السفين ما تطلعش على الواي لغايه مثلا 10، يبقى الاقصى ليميت ليك في الحركه هو 10. طيب اقصى يبقى بنتكلم في ماكس. تمام، تاكتف اوبشن ماكس وتقوم قايل له 10، دي القيمه اللي انت عايزه بعد كده ما يتجاوزهاش. لما هاجي هطلع هقف عند 10، تعال نتاكد كده ترانسليت واي هنا 10، تقف هنا ترانسليت واي 10. تمام، طيب عايز تخلي الروتيشن كمان تعمله ليميت مثلا، يعني نشوف روتيت تقول له مثلا عايز ال على الواي، هنخليه روتيشن مثلا على الواي، تأكتف المينيموم عايزه مثلا ما يتجاوزش في المينيموم ماينس 3، وفي الماكسيموم يبقى اكتف ماكسيموم تقول برضو 3، تعمل كده تقول 3 تجرب. شوف كده بنتكلم في روتيت ماينس 3 مش عايز يعديها، وبوزيتيف 3 مش عايز يعديها. يبقى هو يعني الموضوع كده مفهوم. انا هشيل بقى الاكتف ترانسليت دي، من ضمن الحاجات اللي ممكن يعني تفيدنا برضو اثناء الشغل في انيميشن في بتاع كده. يعني من ضمن الحاجات برضو في التاب التاني، التاب التاني ليه شوية حاجات يعني شوية انفورميشن محطوطة اغلبها للشكل جوه الفيو بورت وللفندر. هناخد مثال صغير كده بس للشرح كده مبسط، وان شاء الله هنبقى نتعرض له برضو لما نخش في الموديلنج وكده. في عندك حاجة اسمها فيندر ستيتس مثلا، يعني لو جيت فتحتها بيقول لك ان الاوبجكت ده لما تكون انت حاطه في السين وفيه مصدر للاضاءة والمفروض ان هو بيرمي ظل في المكان، افترض ان انت مش عايز الاوبجكت معين يرمي ظل، تقول له كاست شادو، ده لا ده ما تخلوهوش يرمي شادو، كله هيترمي شادو، كله هيستقبل من المصدر ضوء الا ده مش هيرمي شادو، ولا هيستقبل ولا هيحصل له موشن بلور ولا وممكن مثلا تقول له ما يبقاش فيه ريفليكشن عليه ولا ريفراكشن لو هو ازاز ولا اي حاجه. ده بالنسبه للتاب التاني. التاب التالت ببساطة هو الهيستوري الانبوت المدخلات، فاكرين radius اللي كانت هنا radius
subdivision axis نفس الكلام تمام. ودول ده الماتيريال المتقسين على السفير لونه الرمادي ده، وهو نوع لامبرت الديفولت لامبرت 1، وبيجي مع حاجة اسمها شيدر جروب، الاتنين دول ملحقين ببعض تمام. ده بالنسبة للاتريبيوت. يعني تعالوا نفتح اخر حاجة بس كده عشان برضو الفيديوهية ما تطولش قوي، برضو نستكمل حكاية النودز دي عشان تشوفوها بشكل برضو اوضح. اندر ويندو عندك حاجة اسمها هايبر جراف. هايبر جراف ده لما بتفتحه بتشوف بقى النود على حقيقته، بتشوف النود نفسه. السفير دي اسمها هي بي سفير اهي موجودة في نود، بتحاول تمسكها ما بتعرفش. لو جيت دوست على المنطقة دي اللي اسمها input and output فبتهم بالشكل ده. طيب شايفين النود حزمة من المعلومات داخلة connection، حزمة على حزمة تانية من المعلومات، حزمة تالتة من المعلومات، في النهاية عندك السفير دي تمام. لو جيت حتى تشوف المسميات بي سفير النود ده، شيدر جروب اللي ملحق مع اللامبرت، بي سفير شيب اللي فيه المعلومات بتاعة الفيندر وبتاعة أحيانا حاجات جوه الفيو بورت، حاجات ديسبلاي، وبول سفير الانبوت. فدي النودز ودي المعلومات الكلية اللي داخلة مع السفير. هو ببساطة برضه على فكرة الهايبر جراف ده حاجة كده قريبة شوية من الأوت لاينر اللي اتكلمنا عنه، بس طبعا يعني الهايبر جراف بطريقة أكثر تفصيلا وأكثر احترافية، وفي حالات زي السكيلتون بتبقى ما تقدرش تستغنى عنه. يعني انا دلوقتي لو جيت مثلا كبيت حاجه زي كيوب، تلاقي زي ما اتكبيت هنا عندك في الاوت لاينر زي ما هتلاقيه اتكبيت عندك في الهايبر في الهايبر جراف. اتمنى يكون الموضوع مفيد يعني. السلام عليكم.